السلام عليكم يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا منايا، قناتي اسمها منايا مجدي. هنعمل مع بعض النهارده الرز بلبن البيتي الخطير جدا. هنعمل رز بلبن في 5 دقايق هيبقى جاهز. مكوناته كلها من البيت. يلا نبدأ، وعلى طول هكتب لك المكونات في صندوق الوصف. كوباية رز واحدة هغسلها واحطها في الحلة مع 4 كوبايات مية، وهسيبها تغلي على النار لغاية لما الرز يستوي واحس ان هو ابتدى كده ما يبقاش ناشف ويبقى طري كده وينفع يتاكل. و4 كوبايات مية لو لقيت الرز لسه ما استويش ومحتاج مية، هحط له كمان كوباية في كوباية لغاية لما احس ان هو استوى وطلع النشا اللي هو في اللي هي فيه كده. خلاص استوى، هبدأ احط علبة لبن لتر كاملة عليه، وده لبن مش من لبان، ده لبن جاهز. وعلشان انا حطيت اللبن ده لازم هحط قشطة. لو حطيت اللبن اللي هو من اللبان هحط كيلو، هحط مش هحتاج قشطة، هحطه زي ما هو بعد ما اغلي. وبعدين هحط السكر، انا حطيت 1.5 كوباية. لو انت عايزة يبقى الحلى بتاعه ازيد شوية هتحطي 2 كوباية سكر، ودي حاجة ترجعلك. وبعدين هجيب القشطة بتاعتي هحطها، دي ممكن تكوني قشطة شارياها من اللبان او شايلاها من وش اللبن بعد ما غلتي. هقلب كويس القشطة علشان لازم القشطة تدوب كويس في اللبن، في رز بلبن بتاعي. بجد القشطة هتديله طعم ومذاق تحفة. طبعا القوام بتاعي كده لسه سايل، فعشان اخلي القوام تقيل شوية هحط 3 معالق، هدوب 3 معالق نشا في كوباية في معلقة مية، وهنزل بيها على الرز بلبن بتاعي. دي النشا، ولازم اخليه يستوي كويس علشان خاطر النشا طعمها ما يبقاش باين في الرز بلبن. اخليه يغلي شوية، وبعدين هجيب 2 كيسين فانيليا وافضيهم على الرز بلبن بتاعي. ولو عندك الفانيليا سايبة فهنحط 1/2 معلقة صغيرة، وهرجع اقلب تاني كويس. هقلب كويس، انا حطيت الفانيليا والقشطة والسكر، وهسيبه يغلي شوية ويمتزج مع بعضه علشان القوام بتاعه يتقل، وابدا اغرفه وهو سخن في الكاسات بتاعتي. هقلبه كويس لغايه لما النشا تستوي ويوصل للقوام اللي انا عايزاه عشان اغرفه في الكاسات بتاعتي. كده قوامه تقل وهغرفه في الكاسات وهو سخن. وكده كده لما يدخل التلاجة، طبعا بدخل الكاسات لما تبرد ادخلها التلاجة، كده كده قوامه هيتقل شوية. شايفين شكله؟ شكله تحفة وطعمه تحفة، والحاجة اللي بتتعمل في البيت بتبقى انضف مليون مرة من اللي احنا بنشتريها جاهزة. قيمة غذائية عالية جدا للصغيرين والكبار كمان. كوباية الرز اللي انا عملتها دي ما شاء الله طلعت لي كمية كويسة جدا من الرز بلبن. وانا بقى ايه، حبيت احط عليه قرفة. جربوه هيعجبكم جدا الرز بلبن بالقرفة. اتعلمت من السوريين ان في ممكن احط على الرز بلبن مزهر او اطعم كده فليفرز كده بتتباع عند العطار، طعم البرتقال، طعم الفستق، طعم الموز، بتتحط عليه بتغير طعمه وبتخليه حلو، وهيعجبكم كتير قوي. جربوه. الاطباق اللي قدام دي انا ضفت عليها الاطعم عشان كده ما حطيتش عليها قرفه، وده شكل مظهر. والازازه الصغيره دي فيها طعم البرتقال، بيبقى زيت كده بنحط منه نقطه صغيره. جربي الرز بلبن بالطريقه دي، اكيد اكيد انا واثقه انه هيعجبك. واي سؤال انا تحت امرك، ابعتهولي في الكومنتات. ولو مش مشتركه في القناه اشتركي بسرعه ولايك على السريع عشان توصلك كل الفيديوهات بتاعتي. عندي افكار كتيره قوي حلوه ليكو.
سلام عليكم.